قدر كويس يعني. وانت كطبيب بيطري اصلا يعني، حتى لو انت مش فاتح العيادة بتاعتك بيت انيمال بس، فانت لازم يبقى عندك يعني حتى لو قدر من المعلومات اللي يخليك تقدر تتعامل مع كيس جيالك. تمام. ومش عيب ابدا ان الواحد لو مش متخصص في الحاجة ديت ان هو يحولها للمتخصص فيها. تمام. يعني في عيادات بيت انيمال متخصصة في البيت بيرد، ومتخصصة في الزواحف خصوصا في القاهرة. يعني يمكن هنا الحتت اللي احنا فيها شبين طنطا المنوفية كده، مش مفيش قوي عيادات متخصصة التخصص بتاعها هو مثلا البيت بيرد او الزواحف بس. انما في القاهرة، في القاهرة عيادات متخصصة في كده، لان اصلا هناك في نسبة كبيرة مربية حاجات كمان مختلفة، وفي ناس بتربي نعام والحربيات والكلام ده، فهم متخصصين شوية في الحاجات دي. ده غير طبعا ان ساعات يعني بعض الكيسز بنضطر ان احنا نحولها عشان مثلا تعمل اكس راي، عشان تعمل تحاليل، ف ممكن تكون العيادة بتاعتك مش فيها، مش مجهزة مثلا بالحاجة دي. فمش عيب ابدا ان الواحد يحول الايه الكيس لحد متخصص، بس على الاقل يبقى عارف لو في كيسز بسيطة يقدر يتعامل معاها، لو في انفكشن اقدر اعالجها، لو في حاجة اسعافات اولية اقدر اعملها. تمام. هنبدأ كده بسم الله. اول حاجة البيرتز اللي موجودة حوالينا، يعني بصوا هو البغبغانات مش منتشرة قوي، وده طبعا لان سعرها غالي، بس هي في منها حاجة اسمها الماكاوز، تمام، زي الصورة اللي قدامنا ديت، وفي الكوكاتوس خلاص، والامازون باروت، والافريكان جراي باروت خلاص، والباراكيتس اللي مشهور بقى حوالينا قوي وهتقابلوه كتير جدا حتى لو العيادة بتاعتك يعني مع في الأرياف، البادجي اللي هو الأسترالي خلاص، اللي هو زي الصورة الأولانية اللي هي البادجي أو الأسترالي خلاص، اللي جنبه ده اللي هو الكوكتيل، تمام، اللي بعدهم ده عندنا هنا الكناري خلاص، الحمام طبعا من الحاجات برضو اللي هي تعتبر بيت بيرد، في انواع منها على فكرة غالية، في حاجات زي الكينج مثلا الجوز يعني بيوصل ل1200 و1000 وي خلاص. ففي حاجات انت لازم تبقى عارف انها التعامل بتاعها مش يعني مش هيبقى هنذبحها مثلا زي الفراخ لو غلبنا فيها، لازم يبقى انت عارف ان الحاجات ديت لا ده مش هينفع تنذبح، وليها قيمة وليها سعر، او كمان القيمة المعنوية عند اصحابها. يعني لو طفل مربي مثلا عصفور ولا حاجة ليه قيمة معنوية، فانت لازم تبقى عارف على الاقل انت بتتعامل مع ايه. تمام. مبدئيا كده في الفيزيكال اكزامينيشن، الاكزامينيشن روم بتاعتنا او العياده بتاعتك لو انت هتعمل اكزامينيشن فيها، حاول على قد ما تقدر انه المكان يبقى مغلق. تمام. لو في شباك اقفله، لو في مروحه اقفلها. تمام. لو ربنا فتحها عليك مثلا وعندك تكييف، حاول ان انت تطفي التكييف او تخلي درجه الحراره يعني اللي هو في الرينج الطبيعي، لان الطيور الميتابوليزم بتاعها عالي، تمام، وممكن يحصل شيلينج لو درجة الحرارة بتاعة الوسط المحيط كانت قليلة. تمام كده. طيب، من الحاجات برضو اللي احنا ناخد بالنا منها انه لازم قبل ما اطلع الطائر ده من الكيج خلاص، لازم ابقى انا الإضاءة بتاعتي مظبوطة، يعني لو عندي إضاءة عالية أشغلها علشان خاطر أعرف أفحص كويس. لو
الادوات كمان بتاعه الاكزامينشن، واحده مش اسمها دي، الادوات بتاعه الاكزامينشن لازم اكون مجهزها قبل ما اطلع الطائر من الكيج بتاعه. خلاص ما اطلعش الطائر وابدا بقى ادور على السيرنج فين، لا ده الدواء الفلاني ده فين، لا كل حاجه تبقى جاهزه حوالينا. تمام. طيب يفضل ان احنا يعني لو جات لك حاله مثلا زي بغبغان مثلا، البغبغانات من الحاجات اللي الذاكره عندها قويه جدا وبتحمل ضغينه ضد اي شخص بينتهك خصوصيتهم وبيتعامل معاهم بقوه. خلاص، ويعني بيبقوا فاهمين ان ده بيلحق بيهم بقى الاذى. تمام. فلازم اخد بالي من نقطه، ان انا دلوقتي الاونر ده هو يعتبر مشترك معاك في الجريمه دي، ان هو جايب البغبغان ده عندك. خلاص، فانت لازم تطلع الاونر بره علشان خاطر البغبغان ده ما ياخدش منه موقف. خلاص، وفي نفس الوقت انت لازم تفهم الايه الاونر انه يعني انا مطلعك عشان السبب الفلاني، مش عشان مثلا في مشكلة عندي او قلة خبرة مني او الكلام ده. خلاص. طيب الاكويبمنت بتاعت اللي هو الاكزامينيشن هنبقى محتاجين تاول، لان الحاجات دي طبعا بتنقر. خلاص اكيد، يعني انتوا اكيد اي حد فيكم تعرض للموقف ده، انه يجي مثلا تعالى كده طلع بادجي اللي هو اصغر واحد. تمام، تعالى طلع بادجي كده من القفص بتاعه، هتاخد تنقير يعني ما شاء الله. فانت بتحاول ان انت تجيب تاول. خلاص، وتحاول ان انت تتعامل بص زي الصورة دي كده، الهاندلنج بتاعها. خلاص، طبعا هو البادجي صغير جدا، انت مش هتعرف تعمل له هاندلنج اصلا بنفس الطريقة دي، بس انت هتبقى معاك الفوطة. خلاص، وتحاول ان انت تعمل له كاتش كده بيها وتلفه كويس وتمسكه، وبالراحة بقى تعمل له اكزامينيشن بالراحة، لان هو طبعا صغير جدا يعني. خلاص، واصلا البادجي والكوكتيل من اكتر الحاجات اللي بنتعامل معاهم. برضو في بعض الجلوفز كده طلعت بتبقى شبه الجلوفزات اللي بتتلبس في عشان خاطر القطط، بس الجلوفز طبعا بتاع القطط بيبقى كبير جدا وسميك، بحيث ان هو يحميك من العض يعني واسنان القطة بقى وكده. ففي نوع من الجلافزات بيبقى أرق منه شوية. خلاص، ممكن نقدر ان احنا نمسك بيه حاجة زي مثلا البادجي او كده. خلاص، انما لو حاجة زي البغبغان فنفضل ان احنا نعمل لها نلفها بالتاول كويس. خلاص، والايد التانية بتبقى مثبتة على الراس او بنمسك الرقبة بتاعتها. خلاص، فهو بيبقى شوية الهاندلنج بتاعه اسهل من الصغيرين، بس طبعا تعويرته بتبقى صعبة عن الصغيرين طبعا. طيب لازم يبقى عندنا اللي هو ديجيتال سكيل عشان خاطر نبقى بنتابع عليه الأوزان بتاعة الطائر، لأن المفروض أصلا إن حتى الطائر بيبقى ليه بطاقة بنبقى كاتبين فيها العمر بتاعه، ويكون كاتب الوزن بتاعه قد إيه، ونتابع الكيس بتاعتنا لما بتيجي تكشف عن طريق اللي هو ان احنا بنوزن بنشوفه. طب تمام، ده وزنه اتحسن وبياكل كويس وكده، لا ده ما بياكلش كويس ووزنه عمال ينزل. تمام، برضو لازم يكون عندنا انسولين سيرينج، يكون عندنا كيج، يكون عندنا نتس. تمام، في شبك كده بيبقى بإيد طويلة. تمام، بيجيبوه عشان خاطر لو الطائر حاول يهرب منك ولا حاجة تعرف تجيبه. تمام، قلنا الهيت نحاول ان احنا نحافظ على درجة الحرارة. تمام، ويعني لو عندنا تكييف او حاجة نطفيه او نخليه درجة حرارة الجو عادي،
خلاص عشان خاطر اللي هو الشيلينج، تمام. وبيبقى عندنا برضو الكروب تيوب، خلاص الكروب تيوب ديت لو حد ما شافهاش قبل كده هبعت لكم الصورة بتاعتها، او كده كده انا هنزل صور على الصفحة عندي، فبتدخلوا شوفوها، تمام. يفضل ان الكروب تيوب ديت تكون ليها رابر اند، خلاص عشان خاطر ما تجرحش الاسوفيجاس وما تجرحش اللي هو الكروب، تمام. يفضل طبعا ان انت يكون عندك مايكروسكوب عشان خاطر العينات اللي هتاخدها، تكون عندك معمل، تمام. فيعني في حاجات اللي نقدر عليه هنجيبه، واللي ما نقدرش عليه نحول الكيس لو هي مستدعية لحد يكون متخصص عندك، تمام. بالنسبة للهيستوري، اولا انت بتيجي تسمع هو بيشتكي من ايه، تمام. بيشتكي مثلا ان هو ما بياكلش مثلا وكسلان، لا ده الحمام بتاعه متغير، خلاص. فانت بتبدأ بقى بالراحة كده واحدة واحدة تشوف الكيش بتاعه شكله عامل ازاي، تبص على الطائر وهو في الكيش كده بالراحة، تشوف شكل عينيه عاملة ازاي، شكل رجليه عاملة ازاي، تمام. تشوف الأرضية كده بتاعت الكيج، الحمام اللي فيها شكله عامل ازاي، خلاص. بتسأل هو حطه فين، الانفايرمنت بتاعته ايه، خلاص. بتسأل هو بيأكل ايه، بتسأل هو اداله حاجة جديدة مثلا في نيو سبلاي ولا حاجة، خلاص. ده لازم تاخد الهيستوري كويس قبل ما تبدأ تفحص الطائر، يعني قبل ما تطلع الطائر وتعمل له اكزامينيشن لازم تبقى عارف انت بتعمل اكزامينيشن بتدور على ايه، تمام. لان كمان الحاجات ديت بيبقى فحصها سريع، يعني ما بتقفش معاك، ما بتسكتش، ما وبتقعد تنقر وممكن تطير، فاحنا ايه لازم ناخد بالنا من الحاجات دي، تمام. طيب بيقول لك كمان انه الاكزامينيشن بتاع البيشنت، خلاص تبدأ تبص حاجة حاجة على الفيزر بتاعه شكله عامل ازاي، كويس ومنسق كده ومهندم، ولا ريشة وريشة طالعة وشكله مش طبيعي، ولا الريش بتاعه واقع ولا ايه. تشوف البريسنج بتاعه، تشوف فيه حال فيه نيرفس ساينس ولا لأ، خلاص في اي انجريز عليه ولا لا، تمام. بالراحة كده نشوف، نفحص البطن بالراحة، لو هو مثلا بيقول ده بيدخل مثلا العش وبيخرج، بيدخل وبيخرج ومفيش بيض، تمام. وكسلان بقاله يومين مش بياكل كويس، فبص بالراحة كده شوف يمكن في بيض موجود ومش عارف ينزله او حاجة، خلاص. طيب اشوف العينين بتاعته، اشوف بص يعني بنبدأ نفحصه، وبرضه على حسب الشكوى اللي هو جاي بيها، خلاص. ممكن يبقى جايب انه بس كسلان وخلاص، مش عارفين بقى هو كسلان ليه، خلاص. فساعتها بقى ببدأ افحص من اول، هو اصلا صغير، تبدأ تبص كده من اول راسه لحد رجليه، خلاص كده. طيب بالنسبة بقى للكومون افيان ديزيز، خلاص، اللي هي يعني هتلاقوها هو مميز بيها قوي، يعني مميزة بيها قوي الطيور بتاعة الزينة عن بقية الحاجات، زي مثلا اللي هو السكيلي فيس اند ليج، تمام. وده بيعمله باروينج مايت، خلاص. و يعني بص تلاقي مثلا على اللي هو الرجلين كده ماشي، وعلى المنقار بيبقى فيه قشر كده بدأ يظهر، خلاص. ومن عند فتحة الأذن برضو هتلاقي القشر ده بدأ يظهر، تمام. العلاج بتاعه انه انظف المكان طبعا، خلاص. واحاول ان انا ارفع مناعة الطائر، لو عندنا رفع مناعة بندي رفع مناعة، خلاص. ولو في يعني حاجة تبقى لوكال، خلاص اللوكال كويس جدا في الحالات دي، تمام. فاحنا مثلا ممكن نحط مثلا ده لو احنا عرفنا اصلا، يعني لو عرف الاونر ان هو يعمل له هاندلينج، خلاص. ما عرفش يعمل هاندلينج هو بيجيبه لك بقى، وانت بتحط مثلا اللي هو
حاجة مثلا زي البيتادين، مثلا البيتادين والخل في الحاجات دي كويس جدا. خلاص، حاجة يكون فيها كبريت بتبقى كويسة جدا برضو في الحالات دي. تمام. طيب نتكلم عن الايج بايندينج. ماشي، الايج بايندينج بيبقى عندي الطائر بالذات الطيور الصغيرة خلاص بتتعرض لي اللي هو احتباس البيض، وده بيبقى في الغالب بسبب يعني يا إما هي أصلا صغيرة في السن، تمام، فالقناة اللي هو المجمع بتاعتها أو فتحة المجمع بتاعتها بتبقى صغيرة شوية، تمام، يا إما مثلا البيضة ديت كبيرة شوية خلاص، يا إما إنه هي ممكن يكون عندها كالسيوم ديفيشنسي ومش قادرة تنزل البيضة بسبب إنها عندها كالسيوم ديفيشنسي خلاص، ممكن يكون في بعض الانفلاميشن في اللي هو الريبرودكتيف تراك خلاص. فاحنا بالراحة كده بنسأل، هي أول مرة تنزل بيض، تمام، قالك اه ده أول مرة تبيض مثلا، فانت هتحاول ان انت تساعدها بالراحة، تساعد بهدوء خلاص، تمسكها بالراحة وتبدأ تضغط بالراحة لحد ما تطلع البيضة، تمام، وبتديها كالسيوم سبلمنت من عندك، تمام. طيب هي مثلا لا ده مش اول مرة مثلا تنزل بيض، فانا بشك انه مثلا البيضة تكون كبيرة شوية خلاص، فانا لو جيت اطلعها احاول ان انا اتعامل بحذر مع البيض، احاول ان انا اتعامل بحذر لان ده ممكن يؤذي جدا وممكن يؤدي للوفاة خلاص. لو انا وانا بعمل فجرت البيضة جواها ده ممكن يؤدي للوفاة من بروتونايتس ويؤدي للوفاة، فاحنا بنحاول ان احنا على قد ما نقدر بالراحة، تمام. طيب من الحاجات برضو اللي هي بتساعد في توسعة الحوض بتاع الفيميل هو البيه كولين، تمام، البيه كولين ده من الحاجات المفيدة جدا خلاص، وحتى في البياض ومزارع البياض بنحاول ان احنا في موسم بداية البيض، تمام، ان احنا نمشي عليه فترة لانه بيساعد في توسعة الحوض. ماشي. طيب بالنسبة لي اللي هو الساينوسايتس، تمام، الساينوسايتس ده من اكتر الحاجات اللي بتيجي في الباروتس، ممكن يكون سببها، تمام، اللي هو هايبو فيتامينوزز ايه خلاص، بيقول لك ان ساعات ساعات مش بيبقى ديفيشنسي بس، يعني ممكن يكون زيادة فيتامين ايه عن حده خلاص، وده طبعا بس بيبقى نادرا، يعني مش بيبقى ده السبب الاساسي او الكيس المنتشرة بيعمل كده برضه، تمام، لان اصلا فيتامين ايه ده هو المسؤول عن سلامة التشو، تمام كده. طيب لما تجيني حالة زي الساينوسايتس ديت لازم اسأل هو انت بتأكل ايه خلاص، هبص تلاقي اعتماده كله على السيدز، تمام، السيدز المشكلة انه بيبقى فيها نقص في فيتامين ايه، فهو لازم هو من ضمن العلاج اصلا ان انا ادخل له حاجه تكون دارك جرين خلاص، وحاجه يكون اللون بتاعها اورنج زي البرتقال، زي مثلا الجزر، الحاجات ديت فيها فيتامين ايه، تمام. برضو عندنا اللي هي الساينوسايتس في مشكلة ان هو ممكن بعد كده يتحول انه يبقى فيه بس خلاص، ويبقى فيه يدخل عندنا بقى السيدومونس والمايكوبلازما خلاص، فدي طبعا بتبقى مشكلة، وهنا بضطر ان انا ادي انتيبيوتيك زي اللي هو حاجة فيها فلوكسيسين، ماشي، زي مثلا الانروفلوكساسين، سيبروفلوكساسين، انروفلوكساسين افضلهم، تمام، وبيتحقن انترا ماسكولار، وبرده حتى
حتى الفيتامين ايه يفضل ان احنا ساعتها لو في عندنا فيتامين ايه حقن ان احنا نحقن فيتامين ايه انترامسكل. تمام. هي البروجنوزز عموما بتاعت السينوسايتس بتبقى جود، يعني مش فيها مشكلة، عادي ممكن تتعالج مفيش مشكلة. تمام. عندنا بقى حتة زي اللي هو ستاسيان بيك اند فيزر ديزيز. ستاسيان بيك اند فيزر ديزيز ده من الأمراض اللي هي يعني بصوا باد بروجنوزز، باد بروجنوزز. ولو صابت الطائر احنا اصلا ما بيبقالهاش علاج. تمام. مفيش علاج بيأثر معاها، وبنضطر ان احنا يعني نستخدم طريقة اللي هو القتل الرحيم. تمام. هو من الحاجات اصلا اللي اكتر حاجة بتصيب البغبغانات، خلاص، زي الافريكان. تمام. واللي هو زي اللي هو الكوكاتوز. تمام. هو اكتر حاجة بتصيب، يعني ممكن يجي في الحاجات التانية بس هو الاغلب هو اللي هو البغبغانات اكتر حاجة بتصاب بيه. تمام. البي بي اف دي، تمام، ده بيعمله اصلا فيرال انفكشن اسمه السيركو فيروس. خلاص. مشكلته ان هو بيتنقل بيه الكونتاكت، وحاجة يعني من الحاجات القوية جدا اللي ممكن تعيش سنين بره جسم الطائر. تمام. الاعراض بتاعت البي بي اف دي ان احنا بنبص نلاقي في الاول كده الشيب بتاع الفيزر مش مظبوط خالص، تبص تلاقي فيه بين فيزر وشكل الريش مش متناسق. خلاص. ممكن تبص تلاقي فيه ريش واقع من بعض الاماكن، تلاقي البيجمنت بتاعت الريش يعني بدأت يحصل لوسز للبيجمنت، تلاقي فيه بلودي شيفت في اللي هو الفيزر. خلاص. لحد ما تبص تلاقي انه الطائر خلاص بقى ما فيش ريش خالص زي ما احنا شايفين في الصورة كده. تمام. المشكلة بقى هنا كمان انه الطائر اصلا بيجيله اكتئاب من الشكل ده، بيجيله اكتئاب وبيموت من حالة الاكتئاب كمان، يعني ممكن ما يموتش من الفيروس بس هو بيموت من حالة الاكتئاب. خلاص كده. العلاج بتاعه احنا قلنا مفيش علاج، بس احنا نحاول ان احنا نعمل ايه، يعني كارانتين كويس جدا عشان احمي الطيور التانية. ولو انا مثلا حصل عندي الكيس ديت يبقى انا اخد بالي انه المرة الجاية خلاص انا الحاجات بتاعت الطائر دي كلها خلاص انا لازم اخلص منها. اصلا مشكلة كمان ان الفيروس ده كمان مش بيستجيب لمعظم المطهرات، يعني هو قوي جدا. تمام. فهو من الاخر تجنبه وتلاشيه يعني يكون افضل حل ليه. تمام. في طبعا حاجات تانية بتيجي لي ان هو طيور الزينة، حاجات من اللي هي الامراض المشهورة اللي ممكن تيجي للحمام العادي للطيور العادية، زي مثلا اللي هو المايكوبلازما. خلاص. ممكن يصاب بالمايكوبلازما، ممكن يصاب بالسالمونيلا، ممكن يصاب بالكوكسيديا. خلاص. الناس اللي اخذت الدواجن هتبقى عارفة المايكوبلازما وهتبقى عارفة السالمونيلا. خلاص. هتبقى عارفة كمان الكوكسيديا. فالعلاجات بتاعتهم تمام معروفة. يعني مثلا انا لو عندي، لو الطائر مثلا جاي بحالة تنفسي، خلاص، انا بشك مثلا في مايكوبلازما وايكولاي. خلاص. فبحاول ان انا ادي حاجة تغطي كده. تمام. لو عندنا مثلا حاجة فيها تلموكوزين كويسة جدا، تايلوزين كويس جدا، الدوكسيسايكلين. خلاص. عندنا ايه تاني، حاجات كتير قوي ممكن تأثر على المايكوبلازما والإيكولاي، يعني مش مقتصرة بس على دولت. حاجة فيها مثلا حاجة زي الإنروفلوكساسين برضو. تمام. طيب عندنا بقى مثلا لو كان في حالة من الإسهالات مع تأثير على المفاصل، خلاص،
مشاكل في البيض، فانا بشك في الغالب ان دي سالمونيلا خلاص، بالذات الاسهال اللي بيبقى لونها ابيض لان هي بتاثر على الكدني كمان، فبتعمل لي انه الشكل ده من الاسهالات، فانا ساعتها ممكن ادي حاجه مثلا فيها فلورفينيكول، تمام، زي مثلا البانفلور، ممكن ادي حاجه زي الكوليتريم مع الاريسترو، كويسه جدا، بتغطي معوي وبتغطي تنفسي خلاص. حد بقى يسال يقول لي طب ايه الجرعات بقى اللي هنشتغل بيها، ده هو اصلا الطائر ده صغير جدا خلاص، لو احنا شغالين في المية خلاص، وانا بفضل الحاجات اللي بتبقى في المية اكتر من الحقن، لانه تمام الحقن بيجيب نتائج كويسة جدا، بس حاجة زي البادجي مثلا اللي هي اصلا معظم التعامل بتاعنا بيبقى معاها خلاص، صغيرة جدا. انت طب انت هتحقن اصلا انترا ماسكولر، هي بيتحقن انترا ماسكولر وكل حاجة، بس هتحقن انترا ماسكولر، انت اصلا يعني صعبة جدا، صغيرة قوي، انت ممكن تعمل انجري لاي حاجه خلاص، ده غير ان الهاندلنج بتاعهم صعب خلاص. فانا بفضل دايما الادويه اللي هنحطها نحطها في الميه، تمام. لو احنا مثلا بنستخدم مثلا حاجه سائل زي مثلا اللي هو التلموكوزين اللي هو موجود مثلا في منتج زي التايموسين، هو جرام للتر ميه خلاص، قصدي سنتي لتر ميه، يبقى انا كده لو انا المستاءة بتاعت الطائر ده 100 ملي، يبقى انا هحط عليها مثلا 10 وحدات، تمام. طيب عندنا في حاجة برضو مهمة قوي زي اللي هو الاورنيسياسيس او البارود فيفر، ديت مخصص لي اللي هو البارود بالذات، وبيعملها اللي هو الكلاميديا، تمام، وبتعمل respiratory signs خلاص، وبيبقى طبعا الدراج فور تشويس ليها اللي هو الكويس قوي للكلاميديا بيبقى التتراسايكلين، تمام، مع بقى لو في فيتامينز هنزلها، لو في مينرالز خلاص يبقى كويس قوي، تمام. برضو اللي هي الورمز خلاص، برضو بتيجي ليهم وورمز، ممكن الورم نشوفها في البراز وممكن ما نشوفهاش في البراز خلاص، ممكن تبقى الكيس بس انه ده الطائر ده بياكله كويس جدا، بس انا شايف ان هو بيخس خلاص، وبالذات على فكرة البغبغانات شايف ان هو بيخس، وزنه بيقل وبينشف، تمام، فانا عادي جدا هديله من الدي وورم اللي احنا بنستخدمه عادي جدا للطيور، ماشي، زي اللي هو سترات البيبروزين، تمام. احنا كده تقريبا غطينا كل اللي هي او معظم الامراض اللي بتصيب الطيور الزينة، تمام. من الحاجات الكويسة قوي انه العيادة طبعا يكون فيها انهاليشن انستيزيا، بس انهاليشن انستيزيا ده غالي جدا، جهاز الانهاليشن انستيزيا، وكويس قوي في حالات اللي هو البيت بيرد عشان خاطر الفحص، بتسهل عملية الفحص جدا، تمام، وبتخلي طبعا الهاندلنج سهل، وتعرف ان انت تشوف كل حاجة انت عايز تشوفها، وعايز تعالج حاجة معينة او تعمل حاجة توبيكال في مكان معين، تمام، فهي بتبقى مسهلة الموضوع جدا. طبعا لو حد اي حد عنده سؤال ممكن يسيبه لنا في الشات، احنا كده تقريبا خلصنا البيت بيرد خلاص. شوف بقى الأسئلة بتاعتكو كده، الصوت كان واطي، انتوا ما سمعتوش يا جماعة ولا ايه؟ يا خبر ابيض، انا ما شفتش الرسائل دي، في حد فاته حتة معينة مثلا؟
صورة النتس، النتس ممكن ابعت لكم صورة النتس. تمام، طيب بالنسبة بقى للسؤال اللي بيقول الكالسيوم، انا بفضل الكالسيوم على المية. تمام، بنحقن فين انترا ماسكولار؟ في اي جزء؟ في الفخذ، زي ما اتفقنا ان انا في صور هنزلها على صفحة عندي، على صفحة العيادة، فانا ممكن اشوف كده لو انا عاملة كوبي لللينك. دقيقة واحدة. فيتامين ايه برضو على المية. تمام، الداتا ان شاء الله حاضر هبعتها لكم. دقيقة واحدة، خليكم معايا بس ابعت لكم اللينك بتاع الصفحة عشان ما انساش. ده لينك الصفحة بتاع العيادة. تمام، دي هنزل عليها الصور اللي أنا قلتلكوا عليها كلها. تمام كده. طيب ايه تاني؟ أطهر بإيه لو المكان فيه BPFD؟ هو بص او بصي، الدراسات عموما بتقول انه مفيش حاجة من مطهرات بتأثر في البي بي اف دي. تمام كده، احنا ممكن نستخدم حاجة زي الفيركون اس، بس انا اعتقد انها مش هتجيب نتيجة. تمام كده، انا بفضل انه المكان اللي كان فيه الطائر بالادوات بتاعته كلها، خلاص احنا بنحاول ان احنا نتخلص منها، والمكان ده مش بنربي فيه تاني. تمام، الجرعة بتعتمد على حسب العلاج اللي انت بتستخدمه. تمام، على حسب انت بتستخدم ايه بالظبط، علاج بشري بيطري، العلاج بيبقى مكتوب عليه الجرعة بتاعته، بالذات البيطري في العلاجات. انا عن نفسي الحاجات زي طيور الزينة انا بستخدم عادي جدا ادوية من عندي من العيادة يعني. تمام، حاجات تانية زي البيت انيمال لا، انا بستخدم لها ادوية بشري. تمام، عادي الحاجات اللي مكتوب عليها. تمام كده، طيب حضرتك قلتي نستخدم ايه في الدي وورمينج؟ بنستخدم سترات البيبروزين، كويس جدا. تمام، سترات البيبروزين كويسة في الدي وورمينج. خلاص، بصي الأنستيزيا افضل حاجه هي الانهاليشن اناستيزيا. تمام، فعشان كده لو في عندك حاجه محتاجه اناستيزيا، انا من وجهه نظري انا حوليها لمكان فيه انهاليشن اناستيزيا. تمام كده، دي افضل حاجه. الاريثروميسين، تمام، من الحاجات اللي بتعمل سينرجيزم مع السلفا ترايمي سوبريم. تمام، زي حاجة منتج زي مثلا كولتريم، الكولبريم، دي من الحاجات اللي هي الموجودة شرب يعني، كويسة جدا في السوق. في داد بريم بس ما عادش بينزل، ومش بنفس فعالية الكولتريم. خلاص، سلفا ترايمي سوبريم. الكوكسيديا، الكوكسيديا حبيبتي علاجها امبرول، وحاجه مثلا دايكلازول، بلاش سلفا. تمام، بلاش سلفا كينوكزالين وكده، بلاش، خلينا في اللي هو الدايكلازولين. تمام، والامبرول وفيتامين كاف، وفي انواع دايكلازولين بيبقى معاها فيتامين كاف، حاجه زي مثلا الترا كوكس بتبقى فيها فيتامين كاف مع العلاج. تمام، الكلاميديا بتعمل مرض ايه؟ الكلاميديا بتعمل الاورنيسياسز او البارت فيفر. تمام كده، في حتة انا كنت عايزة اقولها لكم، اللي هي انه العمر بتاع
البودجي بيحصل له يعني امتى بقى يعمل يكون خلاص بلغ جنسيا، تمام؟ عند 8 شهور خلاص. والكوكتيل، لان دول من اكتر الحاجات اللي هتقابلوهم، تمام؟ والكوكتيل عند 11 شهر خلاص كده عدد البيض، تمام؟ في البادجي ممكن من 3 ل 6 بيضات، في الكوكتيل من 3 ل 7 بيضات خلاص. بس انا اللي بشوفه انا بيضة 2 3 كتير، تمام؟ الا لو مثلا الحد ده بيستخدم باستمرار منشطات خلاص، حاجة زي الهي سيلينيوم مثلا والفوسفور، تمام؟ والنوع نفسه كويس او السلالة كويسة خلاص. تمام. انت تعرفوا اصلا ان كمان اعمارها يعني ممكن تقعد لحد 7 12 15 سنة مثلا، الحاجات الصغيرة ديت. بس برضو اللي شفته انا في تجربتي انه بيبقى اقصى حاجة 7 سنين، تمام؟ بس هي الدراسات بتقول ممكن لحد 15 سنة خلاص. طيب بالنسبة لي الفطام بتاع مثلا او البيضة الاول بتقعد قد ايه، تمام؟ بتقعد مثلا معانا من 18 ل 22 يوم في البودجي، ومن 18 ل 24 يوم في الكوكتيل، وبعد كده تفقس خلاص. بتفضل طبعا تعمل لها كروب فيدينج لحد 35 40 يوم خلاص كده. ايه تاني؟ والكوكتيل 45 يوم، ماشي؟ مش بتبيض غير كل فين وفين ومش بتطلع حاجة. بصوا يا شباب، بالنسبة للبيض خلاص، فأنا عندي نقطتين. يا إما هي مثلا مش بتبيض خالص، فأنا لازم أتأكد من النقطة الأول إن الاتنين خلاص واحد ميل واحد في ميل، لأن بتحصل ساعات الاتنين بيبقوا ميل. طب هنفرق ازاي؟ بلون المنقار خلاص، باللون اللي هو بتاع ايه اللي فوق المنقار ده خلاص. برضو الصور دي هنزلها عندي على الصفحة، تمام كده؟ طيب هما ميل وفي ميل. طيب لازم يكونوا، انا خلاص اتأكدت ان هما وصلوا للسن بتاعهم خلاص كده. طيب هما وصلوا للسن بتاعهم خلاص، يبقى ما بتبطش. يبقى انا مثلا ممكن تكون فيها مشكلة الفيميل أصلا، فأتخلص منها وأجيب فيميل تانية، تمام كده؟ طيب بتبيض بس إيه، بس مثلا ما بترقدش خلاص، ما بترقدش على البيضة، أو ما بتدخلش العش ترقد عليه، تمام؟ في الحالة ديت أنا يعني بحاول إن أنا أتأكد إن المكان نظيف خلاص، وإنه مفيش حشرات في المكان، وإن هي الأكل بتاعها تمام وكل حاجة خلاص. طيب بترقد مثلا على البيض، بس البيض ده ما بيطلعش او ما بيفقسش، تمام كده؟ يبقى انا اشوف بقى الميل هو اللي واضح ان هو كده فيه مشكلة في اللي هو الخصوبة بتاعته، تمام؟ بالنسبة لي ان هو مثلا انها بتبيض بس ما بتبيضش غير كل فين وفين، ولو برضه ما بتطلعش حاجة، علينا بقى بالحاجات اللي هي زي الهي سيلينيوم، الكالسيوم، المينرالز، الالف دال 3 اهي، الحاجات ديت ان شاء الله هتساعد معاهم كويس، تمام؟ طيب يفضل ان احنا لو هي خلاص على مثلا هتبيض او كده، ان انا احطها في مكان، هي اصلا يفضل ان العصافير ديت بتتحط في اماكن هادية، ما يبقاش في اطفال رايحين وجايين، تمام؟ يعني انا كان عندي كيس مره كانت عندها البيضه مش يعني محشوره فيها، هي مش محشوره، هي مش عايزه تنزلها، هي خايفه تنزل البيضه بتاعتها، تمام؟ ليه؟ المكان فين؟ قالت لي ده انا حطاهم وقرب العيال الصغيرين وبيقعدوا يلعبوا معاهم ومش عارفه ايه وكده خلاص. فهي طبيعي انها مش حاسه بالامان، فمش هتحط مش هتنزل البيضه خلاص. فمجرد ما هي نقلتها في مكان امن كويس، بيوصلوا اضاءه، بيوصلوا تهويه، تمام، بعيدة عن الضوضاء، على طول ايه الوضع اتغير وحطت البيضة عادي، تمام كده؟
طيب ايه اللي بيساعد في توسيع الحوض لو الإج هي اللي كبيرة؟ تمام، احنا قلنا البيهكولين من الحاجات اللي بتساعد في توسعة الحوض، بس يا حبايبي مش في يوم وليلة، يعني انا لازم ابقى ماشي اصلا عليه الطائر. انا يعني بصوا، في حاجة اسمها ثقافة التعامل، لازم المربي يبقى عنده ثقافة تعامل خلاص، وطالما هو جاب حاجة كائن حي يربيه يبقى لازم يهتم بيه ويتابع كل، يعني على طول المفروض يشتريه يجيبه عندك تشوف خلاص. فهو في الغالب لما بييجوا يشتروا الطيور، تمام، المربي بيديك الطائر صغير، ما بيفرطش في الطيور اللي بتبيض في الغالب، تمام، فبيديهولك مثلا عمر 4 5 شهور كده، يعني بيبقى فاضل له 4 شهور مثلا ويبدأ ايه يحط بيض، تمام. فانا ببدأ من اول ما باخده خلاص، ابدأ ان انا ايه ادي بقى سابلمنت، بقى ادي حاجة بيكولين، تمام، كمان اسبوع ادي فيتامين الف دال خلاص، الاسبوع اللي بعده بديها سيلينيوم، الاسبوع اللي بعده مثلا ممكن اريح خلاص، الاسبوع اللي بعده ادي مينرال، تمام كده. بالنسبة للأدوية، احنا يعني معظم الأدوية اللي احنا بنستخدمها في الطيور الزينة خلاص هي تقريبا نفس الأدوية اللي احنا بنستخدمها للحمام عادي خلاص كده. بالنسبة لي اللي هي جرعة الدواء، احنا اتفقنا ان احنا على حسب الدواء اللي احنا بنستخدمه، يعني مثلا انا كأشرقة بستخدم الأدوية بالنسبة لطيور الزينة خلاص، انا بستخدم الأدوية البيطري العادية اللي هي بتنحط للحمام عادي، تمام، بستخدمها جرعته مثلا نص جرام لللتر، يبقى انا نص جرام لللتر، مش لو هي باودر مثلا خلاص، مثلا انا هحط مثلا جرام لللتر خلاص، وهحط منه للمية بتاعة بتاعت اللي هو الطير خلاص، والباقي ده انا خلاص هتخلص منه خلاص، وبعد كده هاجي تاني يوم اغير المية ديت واحط مية جديدة، تمام. ويفضل اصلا ان انا بحط الدواء ده 12 ساعة وبشيله، تمام، واحط مية نظيفة 12 ساعة تانيين، وتاني يوم خلاص بحط تاني جرام على اللتر وبمسق منه عادي جدا، وبرمي المية بعد كده بعد 12 ساعة احط مية نظيفة، تمام كده. لو انا مثلا هحط جرعة مضاد حيوي وجرعة غسيل كلوي ومنشط كبد ورافع مناعة، تمام كده، يبقى انا هستخدم 12 ساعة مضاد حيوي و12 ساعة الجرعة التانية دي، تمام. بالنسبة لي الايج بايندينج علاجها ايه، احنا اتفقنا ان احنا بنحاول ان احنا بس ندي كالسيوم سبلمنت، ندي بيهكولين خلاص، ونحاول ان احنا كمان يبقى يا ريت من قبل ما تحط بيض نكون مهتمين بالحاجات دي، تمام. طيب حصل ايج بايندينج، تمام، نبدأ ان انا الاول اديها فرصة ان المكان يبقى هادي خلاص. طب ما حطتش، لا همسكها بقى بالراحة وابدأ اساعدها بالراحة، انا هساعدها بصوابعي بالراحة بالراحة، بحاول ان انا انزل البيضة، بتك بالراحة كده على البطن بالراحة وانزل البيضة، تمام كده. فيتامين ايه على المية برضو، بصي هي لو يعني هما عادي ممكن يتخانقوا بهزار عادي خلاص، وممكن يكون هو اللي بيضربها عشان خاطر ما ترقدش على البيض عشان يتزاوج تاني، تمام. ولو هما جداد لسه على بعض طبيعي ان هما بيضربوا بعض في الاول عادي جدا زي اي 2 متجوزين عادي ماشي، انما لو الموضوع فعلا مستمر بقى خلاص وهي اصلا يعني بتضربه كتير او هو بيضربها كتير، ممكن نبدلهم عن بعض، تمام.
الكوكتيل والبادجي أسعارهم في حدود كام؟ بيعيشوا قد إيه؟ أسماء الكتب حاضر، ممكن أكتبها لكم. بصي، الكوكتيل والبادجي يعني، والله أنا آخر مرة كنت كانوا تقريبا ال يعني البادجي شوية أرخص من الكوكتيل، كان تقريبا الجوز عاملين 150 حاجة زي كده، هم مش غاليين قوي يعني. تمام، وعلى حسب كمان عمرهم يعني، لما بيدهم لك مثلا لسه فاضلهم 4 شهور على البيض او 3 شهور على البيض، غير لما بيدهم لك شغالين. تمام كده، الكوكتيل شوية ممكن يبقى اغلى 100 جنيه مثلا، ممكن يبقى في مشكلة في البيهيفير بالنسبة للفيميل اللي كانت بتضرب الميل ده، بس احنا طبعا مش هنعرف اذا كان ده مشكلة في البيهيفير ولا لأ، خلاص، الا لو احنا غيرنا الميل اصلا يعني، ما غيروا الميل وشوفوه كده. تمام، هي بقى عندها مشكلة في البيهيفير اصلا وعنيفة، خلاص يا جماعة ما تجوزوهاش، سيبوها كده هي مرتاحة في حياتها كده. ايه تاني؟ احنا رحنا فين؟ رحنا فين؟ مرة فين؟ السنة راحت فين؟ اهي. ايه السبب اللي يخلي عصفور استرالي يموت اول ما يتمسك على طول؟ يمكن فعصه جامد مثلا ولا حاجة، مفيش حاجة تخليه يموت اول ما يتمسك على طول، الا لو هو يعني اصلا بيموت، او اللي يمسكه ممكن يكون مثلا التكة جامد على مجرى التنفس بتاعه ولا حاجة. تمام، بالنسبة هو بص، شكل الريش نفسه بتاع البيبي دي اف يعني شكله مميز خلاص، والريش مش بيتنتف، هو بيقع لوحده خلاص يعني، هو مثلا مش بيشد في ريشه مثلا، ممكن نقول ده عنده مثلا نوع من الحشرات مثلا، او فاش او حاجة، او المكان مش نظيف فده اللي مؤدي للموضوع، لا، او ان هو مثلا بيقلش، والقلش اصلا بيبقى شكله مميز ومش بيبقى بيقع كده بالطريقة الفظيعة ديت، لا، انت بتلاقي بس ريش كتير في القفص وخلاص، انما هو نفسه مش بيبقى خالي من الريش زي المرض كده. تمام، فهو نوعه مميز خلاص. بنستخدم ايه في الدي وورمنج؟ ما احنا اتفقنا بقى، قلنا افضل حاجة هي سترات الببرازين خلاص، وبعد سترات الببرازين بنستخدم تاني يوم ملح انجليزي، لان سترات الببرازين مش كده انها بتموت الدودة خلاص، بس الدودة بتفضل موجودة في الامعاء، لازقة في جدار الامعاء، فمحتاجة حاجة تنزلها. عندنا حاجة تانية مثلا زي الليفاميزول خلاص، ده اصلا حقن، بس احنا بنستخدمه شرب في المية، ممنوع استخدامه في الأغنام. تمام، ميزة الليفاميزول إنه بيساعد عادي جدا، هو بيموت الدودة وبيساعد على إنها تنزل بعد ما تموت عادي. تمام، صورة لحالات مرضية احنا في اللي هو اللي عندنا مثلا الساينوسايتس، احنا عرضنا ليها صورة في الداتا خلاص، وآخر مرض عرضنا له صورة، والإيج بايندينج انت كده كده بيبقى بس بتحسيها بإيدك إن في حاجة تحت إيدك. تمام، وبالنسبة بقى لي اللي هو المايكوبلازما أو الإيكولاي، أعراض تنفسية عادي، أنت بتلاقيه عنده برد، بس بتلاقي الطائر عنده برد وإفرازات من أنفه كده، بس مفيش حاجات مميزة يعني. تمام، السكيلي هيد أند ليج أنا كنت حاطه لها صورة برضو، ماشي. الكلور هيكسادين، كلور هيكسادين كويس على فكرة. يعني صوابعه مفرودة قوي، بتقول ان هو في عصفور مش بيقدر يقف على رجله، فحصته في القفص لقيت له صوابع مفرودة قوي، هو ده يعني عيب خلقي فيه مثلا من اول ما اتولد وهو كده، انت فاهماني، ممكن يكون عنده عيب خلقي اصلا، لو مش عيب خلقي ومش صوابع مفرودة ولا أي حاجة، ممكن يكون هو مثلا معتمد في الأكل بتاعه على السيدز بس، فيفضل إن أنا أدخل حاجات فيها فيتامين A. تمام،
وأدي فيتامينز وكالسيوم ومينرال. تمام، ينفع نستخدم الأدوية بتاعة التواجد العادية. الأوزان الطبيعي، الأوزان بتاعتهم، بصي يا حبيبتي، عندنا مثلا حاجة زي البودجي، تمام، ممكن تبقى في حدود البودجي اللي هو النوع الأسترالي منه اللي هو موجود حاليا، تمام، في حدود مثلا 35 جرام. تمام، الأنواع التانية اللي هي المستوردة منه بتوصل لحد 40 45 جرام. ماشي، بالنسبة لي اللي هو الكوكتيل بيبقى أكبر من كده شوية، يعني ممكن مثلا يوصل معانا ل 60 70 جرام. تمام، ايه تاني، حاجة مثلا عاملة زي مثلا اللي هو الكناري، خلاص ممكن توصل معاكي 70 جرام، 80 90 جرام، بيبقوا كبار يعني، بيبقى حجمهم كبير شوية. ماشي، مش عارفة والله مشكلة الصوت ديت، يعني مش عارفة اذا كانت هي من الموبايل عندي ولا في مشكلة عندكم، مش عارفة والله. بس السيشن اللي انا عملته الاسبوع اللي فات كان تمام، يعني ما كانش في مشكلة في الصوت. املاح في المية ومحار العصافير، في حاجة تانية اعملها؟ الف دال بقى زي ما اتفقنا، بقى الف دال روقي عليه كده، الف دال ولو عندك بقى حاجة هي سيلينيوم تبقى كويسة جدا. رقم التواصل او رقم العيادة، اللينك بتاع العيادة انا حطيتهولكم، حطه تاني اهوت، خلاص لينك العيادة فيه الرقم وفيه كل حاجة، وممكن تكلموني على رسائل الصفحة عادي. تمام، اللي عايز أي حاجة أنا موجودة. ايه تاني، وصلنا لحد، مش عارفة الأسئلة لما باجي هحطلكوا اللينك بتجري. بصي يا حبيبتي، بالنسبة لي اللي هو البي بي اف تي، تمام، ده اكتر حاجة في البغبغانات. الساينوسايتس بتيجي عادي فيهم كلهم، تمام، بس برضو هيبقى واضح قوي في البغبغانات. الايج بايندينج اكتر حاجة في الطيور الصغيرة، تمام، زي البادجي، تمام كده. بقية الحاجات بقى، مايكوبلازما، ايكولاي، سالمونيلا، عادي بتيجي لأي طير عادي. تمام، الورم، تمام، من أكتر الحاجات اللي هتلاحظيها في الطيور الكبيرة زي مثلا اللي هي البغبغانات برضو، خلاص، وبالذات البغبغانات اللي هي الأفريقي. تمام، بصي، استخراج البيض المحشور، انت بس بتقولي تمام treatment of egg binding، خلاص. عايزه لها فيديو برضو، هبقى انزل لكم لينك فيديو، انا كان عندي لينكات فيديوهات كلها كنت عايزه احطها لكم هنا، بس هيبقى الموضوع ايه صعب شويه، فخليني اثبت لكم الحاجات اللي انتم محتاجينها على الصفحه. تمام، نعرف ازاي ان هم بلغوا، بتبدأي تلاقي ان هما ايه بدأوا يعني تلاقيهم ايه، هما سلوكهم مع بعض بتلاقيه اتغير اصلا، وبعدين اكتر حاجة من العمر. تمام، انت خلاص عارفة ان كل حاجة ليها اعمار معينة، تمام، وزي ما اتفقنا انه بتبدأ برضو تلاقيها ايه بدأت تدخل العش كتير وتطلع، هو بدأ يدخل العش معاها ويطلع، لان هما بيبدلوا مع بعض. تمام، صوتي واطي جدا، مش عارفة يمكن عشان انا تعبانة مثلا، زي قشور كده عند المنقار والانف. طب ما ده في الغالب اللي هو زي ما اتفقنا اللي هو السكيلي، خلاص، بس رجله لأ، خفت اديله مضاد حيوي فدهنت فازلين عشان لو فطر. طب ما احنا كنا ادينا حاجة تانية مثلا، حاجة زي
الكلورهكسيدين ده كويس جدا، تمام، او حاجة مثلا فيها كبريت. عادي، طب ما انا لو اديته الف دل تلاتة ايه المشكلة؟ بصوا احنا ايه، احنا نكمل بقى، نكمل السلاحف خلاص، وبعد كده ايه نبقى ناخد بقية الايه الامراض، تمام، لان كده يعني مش هنلحق ان احنا نخلص. مساء الخير عليكم يا دكاترة، إن شاء الله هنشرح الكتب دي على قناة اليوتيوب، وأكتر هنشرح كمان كورسات متخصصة في الكلينيكال باثولوجي والكارديو وحاجات تانية كتير. تابعوني على قناة اليوتيوب.